مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا خرافي جدا، رح يقلك انت بتاخد الباك بلينج اللي زارة امامك بالصورة، وحفلات جديدة قادمة للعبة، وصورة مسربة للماب تبع السيزون الثالث. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، حط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو ليوصل لاكبر عدد من الناس، لحتى تدعمني بكل الدعم بالايتم شوب نيمو 9، ومشاهدة ممتعة. اول شيء، مثل ما بنعرف لحنا حضرنا حفله يوم الجمعه الماضي على اساس انه ناخذ منها الباك بلينج، وراحوا غدرونا وما اعطونا لا باك بلينج ولا شيء. طلع الحدث اللي صار من فتره اللي ظهر امامكم بالصوره او ظهر بالفيديو امامكم، هذا اول حفل اللي انا حضرته ولا اخذت منه شيء. بس هذا الحفل كان عباره عن تجريبي بالنسبه للدي جي ميجر ليزر، انه كانوا عم يجربوا يعملوا البث المباشر او يعملوا هيك عروض جديده بالنسبه للمود اللي هو البارتي رويال. فهلا صار معنا الشيء جديد اللي هو في حفلات جديده كتير رح تجي معنا في فورتنايت، واول الحفلات رح تكون معنا يوم الجمعه. بدي اياك تركز على هذا التاريخ، يوم الجمعه الموافق 8/5/2020، يعني يوم الجمعه لما يقلب يوم الجمعه بعد الساعه 12 بيكون صار 8/5، الساعه 4 فجرا توقيت السعوديه والساعه 3 فجرا توقيت مصر. ركز على الاوقات مشان تعرف، يعني لما يقلب يوم الجمعه، لحنا هلا قاعدين بالخميس، تصير ليله الجمعه بعد 12 بالليل، بعد ما يقلب اليوم بتصير الساعه 4 الفجر بتوقيت السعوديه في عنا حفله، والساعه 3 بتوقيت مصر عنا الحفله. انت شوف بقى اني وقت بيناسبك، هن اثنين نفس الوقت على فكره، بس في ساعه فرق بين السعوديه وبين مصر، فانت شوف الوقت اللي بيناسبك قصدي، وشوف انت بلدك وين بلدك وشو الفرق بالوقت، واعرف انت بقى فرق الوقت وشوف امتى بدك تحضر الحفله. هذا هو بالنسبه لنا للحفله كلياتها اللي حتصير. والحفله اللي حتكون بين 3 دي جي، ديلون فرانسيس وستيف اوكي وديد ماوس. هدول 3 دي جي اللي ظاهر امامكم البوستر الخاص فيهم. هدول الدي جي الصراحه يعني في عندهم بعض الابداع وبعض الاغاني الحلوه. هدول اللي حيكونوا معنا بحفله يوم الجمعه الموافق 8/5 هذا الشهر، يعني بعد يومين تقريبا، فخليك مستعد الساعة 4 بتوقيت السعودية والساعة 3 بتوقيت مصر فجرا. هلا هيك احنا بنكون حكينا عن الحفلة وانت رح تكون الحفلة. فهلا خليني احكي لكم بالنسبة للباك بلينج اللي ظهر امامكم الصورة تبعها اللي هي الاجنحة النيون. يعني هيا شباب، احنا حضرنا الحفلة الماضية وما اخذناها وراحت علينا، وكانت الحفلة ابو بطاطا وابو كلب وما عجبت حدا. بس هلا الحدث الرئيسي هذا ان شاء الله رح يعجب الناس كلياته. وبالنسبة للباك بلينج يا شباب، الباك بلينج رح ناخذها لما احنا نفتح اللعبة من يوم الحفلة اللي هو الموافق 8/5 ليوم 11/5، يعني انك انت بهالايام هي من 8/5 ل 11/5، مجرد ما تعمل لوجن او تعمل دخول على اللعبة، مجرد ما انك اي دخول تعمله بهذا الفترة من بين 8 لبين 11، مش شرط تحضر الحفلة، رح تاخذ الباك بلينج. هذا الكلام رسمي من شركة ايبك جيمز، هذا الكلام رسمي مشان ما حدا يقول انه تسريب او شيء. هلا هذا الكلام الرسمي، انا اجلت المقطع مدة زمنية شي ساعة مشان اجيب لكم الكلام الرسمي. فهمتوا شو الفكرة؟ انك بدك تفتح اللعبة من يوم 8/5 ليوم 11/5 لحتى تقدر تحصل الباك بلينج اللي ظاهرة امامكم بالصورة. بس افتح اللعبة والعاب اي جيم داك، يا تيم رامبل، او مجرد ما انك انت تفتح اللعبة وتعمل لوجين رح يعطوك اياها على طول للباك بلينج اللي ظاهرة امامكم بالصورة. هيك احنا بنكون حكينا بالنسبة للباك بلينج وبالنسبة للحفلة اللي حتكون، عرفت المواقيت وعرفتوا شلون تجيبوا الباك بلينج. وهلا خليني احكي لكم عن شغلة تانية اللي هي بالنسبة للباص والدروب. بالنسبة للدروب والباص اللي ظاهرين امامكم بالصورة، هدول تم تمديدهم لاخر السيزون هاد، رح يضلوا بهذا الشكل لهذا السيزون لحتى ما يصير السيزون الثالث. هدول هيك رح يضل شكل لنهاية السيزون، ما رح يتغيروا، كان على اساس يتغيروا وخلصنا، لا هدول تم تمديدهم خلص، رح يضلوا هيك شكلهم لنهاية هذا السيزون. وبالنسبة للماب المسربة اللي حكيت لكم عليها، هاي الصورة زارة امامكم للماب المسربة. بعض المسربين قالوا، بعض من الناس قالوا انه هيك رح يكون شكل الماب. انا بقول مستحيل يكون هيك شكل الماب، لانه اذا هيك شكل الماب الصراحة اللعبة صارت مقرفة بشكل رهيب، لانه مستحيل انه نحن نلعب فورتنايت بالمي. يعني كيف بدك كان نلعب فورتنايت ونسبح بالمي؟ وكثير ناس صارت تحط صور، وكثير ناس صارت تحط فيديوهات انه الخريطه عم تمتلى مي وعم تغرق ومدري شو، رح نلعب بالمي. انا ما بتوقع هيك تصير، مستحيل، لانه اللعبه اذا هيك ومي، وين بدك تبني؟ وين بدك تلعب؟ وين بدك تمشي؟ شو بدك تساوي بحياتك؟ مستحيل. انا بالنسبه الي اذا هيك اللعبه رح تكون وكلها طمي، مستحيل اللعب. هاي الصوره اللي تم تسريبها بالنسبه للخريطه، قال رح تكون هاي خريطه السيزون الثالث. انا بنوب ما بحبها، وبنوب ما بشجع هاي الفكره، انه هاي الفكره اذا صارت اللعبه فعلا رح تموت. عوض ما تغرقونا بالمي وتخلونا نسبح، جيبوا لنا اماكن قديمه مثل تلتد ومثل هدول الاماكن القديمه.
فهي هي الصوره، بتمنى انه تكون يعني مستحيل تصير او ما راح تصير او تكون مجرد تسريب خاطئ، لانه انا ما بتوقع هيك تصير بنوبل. المسرب مو هالمسرب يعني اللي هو يعني مجرد كلام وصوره انتقلت من مكان لمكان، عشان هيك حبيت اعرض لكم اياها. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، اتمنى تكون عرفت انت اوقات الحفلات وشلون رح تحصل الباك بلينك، واي شيء بدك اياه اكتب لي تحت بالكومنتات، وانا رح ثبت كومنت تحت دائما باي فيديو لإلي مشان يكون ثابت، واي تغيير بيصير واي شيء بيصير انا بكتب لك اياه بالنسبه للتوقيت وهيك. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، اتمنى يكون عجبك المقطع. شوف المقطع الاخير انه نحن عم نعمل سكاي نحن وبالسما، وبدنا نشوف شو بده يصير معنا اخر شيء. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وبرعايه الله. روح انت خد يا دمي. بسرعة زوم. ما مش عارف ماله البنك، شو اللي صار انا ما عم بعرف. زوم. عم كلب اللعبة. شريط كله احمر، مدري شو صار. ما طلعين صورة السكن بتاعي. على بطولة الاتحاد المصري للرياضيات الالكترونية. شفتك افتكرتك. سكن فورتنايت بتاعي. على كام يا دميلي؟ على $60 صح؟ على 11,000 جنيه. فين ده يا دميلي؟ بعت لنا البطولة. بطولة الاتحاد المصري للرياضيات الالكترونية مكملة معانا في رمضان، تنافس على بطولات فورتنايت كل اسبوع بمجموع جوائز 11,000 جنيه. منه من مكان واحد. واعمل منه واحد من حياتك نفس الايديت. عشان خاطر واحد منكم يحط نطاطة. كم واحدة معاك نعين؟ واحدة. تمين؟ واحدة. هلا نحن جنب بعض. كده كده أول ما ننزل، بس ما تحدفهاش يا دميل واحنا نازلين، قبل ما نلمس الأرض تقوم فاتحها. عشان نايل عشان ما يكسروها علينا. شافونا يمكن، دلوقتي شافونا. لا. بقى دلوقتي شافونا. أنا شفته يبص عليا. بص عليا. مكسر من ورا، مكسر من ورا. لا 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 اهدوا 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 كسروهم كسروهم كسروهم. يلا كلنا واحد اثنين. Let's go. انا مو مسموح، انا وقعت فوق نعيم موت. انا مو مسموح. يا ابني كنت بتفتحها من الاول. فاتحها والله يا مين من الاول. يعني مين اللي صح منكم؟ نعيم. انا وقعت فوق نعيم موت. حصل ايه؟ انت نطيت يا سياج يا ولا بني اي صحيح. هو فاضل قد ايه اصلا؟ فاضل ثلاثة. فاضل واحد هو من اول اثنين نعيم. ايه هو ده؟ هو كده مين؟ انت لو جبت الجيم ليه جبت من دم بيلبسني. واضح صحية يا ابني. ما انا عم دور عليه. هو تحت تحت خالص. هو تحت تحت خالص. هو تحت تحت خالص. هو تحت خالص. هو تحت خالص. هو تحت. هو هنا لا صحا خلاص. بس الثاني وان شوت. يا ولا انت بتعمل ايه؟ ده بدي هاي تعبي. بس بالله عليك من زي اللي فاتوا. ايزي. كنت يا بدي اجيبه. حتجيب حتجيب. طار ضحك بحياتك بسرعة. ما عم لقى الضحكة. كم كيل؟
جبتهم؟ لا بس عيب عليك.